هنخش في شرح الكود دلوقتي. مبدئيا كده هنعمل include library دي اللي هتعرف ال ESP او ال Arduino IDE ان هو هنعرف مواتير هنربطها بال ESP32. تمام. بعد كده هنعمل definitions للبن بتاعت ال pins بتاعت الموتورز. هيبقى في ال enable بتاع الموتور الاول على 25، ال input 1 وال input 2 على 26 و27، الموتور التاني هيبقى input 3 و input 4 على 14 و13، وال enable التاني بتاع الموتور التاني على 12. بعد كده هنخش في السيت اب، هنشغل السيريال مونيتور على تردد 9600 عشان نتابع عليها القرايات بتاعت الاي ار سنسور واحنا شغالين في التشيكنج. بعد كده هنسيت اب الاوت بوت بينز 32، ده بتاع البازر. بعد كده 18 ده بتاع الاي ار سنسور، هيبقى الوحيد الانبوت في البروجكت بتاعنا والباقي كله اوتبوتس. بعد كده هنخش في البرنامج بتاعنا، هيبقى السيريال دوت برنت لين عشان نظهر السيريال مونيتور ناخد عليه القرايات الموجودة على 18 بتاعة الاي ار سنسور. بعد كده لو الاي ار ماشي مفهوش في طريقه حاجة، يبقى القراية بتاعته لو بتساوي واحد هيبقى البازر نوتون، وهو ماشي هنحط نوتون فانكشن على 32. بعد كده الروبوت هيبقى ماشي فورورد على انبوت 2 هاي والانبوت 1 لو، انبوت 4 هاي، انبوت 3 لو، وبالسرعات 150 150. ده الانالوج جرايد دي هتبقى مابينج من هتحول الفولتات اللي داخله على الموتور من 0 ل 255، فاحنا اخترنا 150 كسرعه مناسبه للفورورد. لو هنعمل افويدنج الحاجه موجوده قدامنا هنعمل اف، لو الاي ار سنسور اري صفر اللي هو في حاجه واقفه قدامه هنشغل البازر على بن 32 بتردد 2000. بعد كده هنخلي الروبوت يقف لمدة ثانية بسرعات صفر طبعا. بعد كده هنخلي الروبوت يرجع لورا لمدة نص ثانية، بعد كده يلف يمين لمدة نص ثانية عشان يدور على باص تاني غير اللي هو كان ماشي فيه عشان يتفادى أي حاجة واقفة قدامه. كده يكون البرنامج خلاص. حاولنا نعمل له مينيمايزيشن على قد ما نقدر بحيث انه ما يبقاش سطور كتير.